بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنكمل جزئية الداتابيز. احنا في الفيديو اللي فات انشأنا داتابيز، المرة دي هنبدأ نعمل كونكشن بين الداتابيز والبرنامج بتاعي. اول حاجة هعمل عندي كلاس نسميه مثلا كلاس واحد، خليه كلاس واحد، خليه هنا نعمل add connection دي. أول حاجة عندي هبدأ أعرف متغير من نوع string، ده هيكون static string لأنه مش هغير فيه. تمام، s هيساوي هذا يكون فيه إعدادات الاتصال على database. أول حاجة data source هتساوي data source هي مصدر البيانات عندي اللي هو السيرفر محطوط عليه البيانات. فاحنا عندنا هنا لو طلعنا هنا على connection في عندي server name، شايفين server name هو هذا الداتا سورس. هاخد زي كده واعمل له كوبي ونروح نرجع على هنا ونقول له كنترول في. طيب حطينا عنوان داتا السيرفر بعد كده عندي في ال initial initial كتالوج. ايش اللي نشيل كتالوج؟ هذا ال ال الداتابيز اللي احنا هنشتغل عليها اللي هي ايش السي داتا. تمام، اللي هي سي داتا. طيب ايش في كمان دلوقتي؟ في عندي اللي هنا وش فصل دي هنا فصل مربوطة، هنا فصل مربوطة، هنا في فصل مربوطة هذه الجملة. طيب لكن عندي في دلوقتي كيف انا هشتغل معاه؟ عن طريق مين؟ عامل لوجن اليوزر نيم والباسورد. هاي هنا يوزر اي دي يساوي احمد و الباس وورد الباسورد. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، هذا الباسورد اليوزر أنا عامله أحمد. تمام، دلوقتي عرفنا السترينج ممكن نعمل هنا برايفت، هذا يعني على اساس انه سكيورتي اكتر. بعد كده في عندي هنا
ال SQL connection public. المحتوى مش موجودة، لو ضغطنا هنا using SSQL تمام، بعدها هاي connection بتساوي new SQL connection، حط فيها ال string S طيب، نضيف كمان public void add user الداله بتاعتي اللي انا هعمل عن طريقها تبعيها واعمل عليها اضافه يوزر في الداتابيز او اي بيانات اللي انا عايزها يعني. احنا على اساس انه حاطين نيم فهنعمله ايش ان هو يوزر، فعندها تاخد string هذا النيم و string هذا للفول تمام. تمام دلوقتي نبدأ في الدالة، هنعمل هنا try try SQL no comment comment cmd hcl new SQL command هذا الكوماند اللي هنستخدمه، هنستخدم البروسيجر اللي احنا عملناه. نتذكر البروسيجر install procedure دي insert دي هذا string كان هيكون ايش؟ connection تمام. كده cmd dot command type added command type added نشوف شو هذا value
كمان. طيب كمان. طيب معلش انا هنا انا لخبطت. كمان. طيب هتساوي كوماند طيب دوت ستوب. هذا ممكن خدها كات هنا using cmd dot parameter بالتالي هتساوي نيم هنا نيم. نعم هنا كوبي هاي كنترول دي هنا بون هنا عندي فور. تمام دلوقتي عملت كوماند سير خزنت فيه البارامترات اللي انا هضيفهم. دلوقتي الخطوة اللي بعديها هعمل connection. انا في فاصلة دوت open بعد كده cmd dot execute. هذا عملية التنفيذ. لو أنا بدي مثلا أشوف عملية التنفيذ تمام أموري طيبة ممكن أنا مثلا إيش هنا نعمل integer x بيساوي اكسكيوت دون انت اكس يساوي صفر. أعطيني مسج بوكس دوت شو نعمل نيم
إضافة دلوقتي هنا هيعمل اللي هينفذ الاكسكيوت بتاعت النون كويري هذه الاكسكيوت. يعني احنا لما نروح في الداتابيز هنا نعمل ايش؟ اكسكيوت لو نعمل سكريبت. تمام. دلوقتي لو نفذها وعطت نتيجة هيرجع لي قيمة على الاكس، اعطيني ايش الرسالة دي. طيب احنا دلوقتي هيك خلصنا، نعمل هنا كونكشن كلوز. طيب دلوقتي احنا عملنا طيب بدنا نرد بكاتش. هاي كاتش نعمل الاكسبريشن. نعطي اكس ونقول له مسج بوكس دوت شو حالي كان في خطأ اعرض ليش رسالة الخطأ. هنا نعيد تاني يوزينج هنا في فاصلة. ممكن كمان مرة أول سطر حطينا فيه string متغير، هذا فيه عنوان الـ data type اللي عنوان الـ database. عملنا حددنا الـ database اللي نشتغل عليها وعطناه الـ username والـ password عشان يعمل عليهم login. هذا في حالة احنا كنا بنستخدم الـ username والـ password. تمام. بعد كده عرفنا SQL connection وخزننا فيه الـ string. هذول الاثنين عملناهم static، واحد منهم عملناه private على اساس سكيورتي بعض السكيورتي بتاعته. بعد كده هنا عملنا فانكشن هي اللي بتعمل عمليه ادخال للداتا الموجوده عندي. انا لما بستدعيها تطلب مني حاجتين، النيم والفون، هذول الداتا اللي انا هدخلهم. تمام. بعد كده بخش على تراي بعطيه اس كيو ال كونكشن الاس كيو ال كوماند ايش نوعه. تمام. حطينا البروسيجر اسم البروسيجر بتاعي، وبعد كده اعطيناه التايب بتاعه اللي هو ايش بروسيجر. بعد كده بدينا ايش نرسل في البيانات. هذا كله ايش احنا قاعدين بنخزن تمام. دلوقتي انا هعمل اول ما ببدا شغل ايش اللي هيبدا عندي، هيعمل اوبن للداتابيز اللي هو هيعمل اتصال بين البرنامج والداتابيز الموجود عندي، وبعد كده ينفذ كل ايش البيانات اللي عندي الموجوده هنا. تمام. يعني اول حاجه هيفتح الداتابيز، وبعد كده هينفذ الاوامر عندي اللي هنا، هيستدعي البروسيجر، بعد كده ايش يعمل ادخال للداتا. لو الموضوع عندي نجح وتمام 100% هيعطيني مسج بيقول لي انه النيم اللي انا دخلته ادت سكسسفول، هو ان احنا دخلناه وتمام ممتاز. بعد كده ايش هعمل اغلاق للداتابيز. لو في ظهر عندي خطأ يعطيني ايش مسج بوكس ويعطيني ايش رسالة الخطأ. طيب نيجي هنا عايزين اثنين تكست بوكس، هاي النيم
حطينا ليبل نيم كنترول سي كنترول دي الثاني هذه هنعملها ايه؟ نعملها فون يعني النيم بتاعتي هتكون النيم في فرق بين التكست والنيم خلي بالكم تمام هاي تي اكس تي نيم وهنا تي اكس تي ال فون طيب بعد كده عايزين نجيب كمان بوتون ونحط هنا ونعمل ايش سيف طيب هنا بي تي بي تي سيف اعمل اسم والتكست نعمل سيف المفروض انا ادخل عندي اللي عامل عملية ادخال النيم والفون واعمل سيف يضيف لي مين؟ يضيفهم لي على الداتابيز هنا هنبدأ نعرف في عندي اوبجكت جديد من الكلاس الموجود عندي هنكون دي مثلا نسميه اد اد يوزر يوزر تمام يساوي نيو دلوقتي احنا عملنا اوبجكت جديد اد يوزر هنعمل اد يوزر دوت اد يوزر ايش هنعمل معاه؟ هنبعت تو سترينج اللي هو تكست النيم و تكست الفون هنا دوت تكست وهنا دوت تكست انا كده البرنامج عندي جاهز ان انا اعمل عليه تيست هنا هنحط محمد انا عشان كنت ضايف قبل شوية احمد اعمل عليه تيست ثلاثة هاي 77 هاي سيف هاي عمل ايش له اضافة محمد سيف اوكي دلوقتي لو رحنا على الداتابيز وعملنا select user execute ظهر عندي تمام محمد وهي الاي دي تاعه الفون تاعه وكده احنا بكون عملنا connection على الداتابيز وضفنا ليها عنصر جديد المرة الجاية هنعمل تعديل وحذف واستدعاء يكون كده احنا عملنا الاربع العمليات بتاعت الداتابيز أعطيكم العافية.